الجمهور الكريم، أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا ومستمعينا عبر الأثير متابعي برنامج كورة على بركة الله. نبدأ الحلقة الأولى من الموسم الجديد في العناوين. المصري محمد صلاح يرشح للقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب لعام 2021. أنباء عن تعاقد نادي الزوراء مع المحترف اللبناني أحمد قدوح ومهاجم برازيلي. إدارة الطلبة تسمية مدرب الأنيق ستحسم بعد انتهاء المرحلة الأولى. اللاعب علاء عبد الزهرة يغيب عن الملاعب 30 يوما بداعي الإصابة. نادي الديوانية يعزز صفوفه بالمحترف الليبيري ماكونيل ويعد بصفقات جديدة. نادي النجدة يطالب لجنة المسابقات بنقل مبارياته أمام الشعلة خشية حصول بعض المشاكل. المنتخب الوطني لكرة اليد يخسر أمام نظيره القطري وديا. اتحاد الجودو يختار لاعبين مغتربين لتمثيل العراق في الاستحقاقات الخارجية.